الآن في العراق احنا نعيش انسداد واضح، صار الآن أحسنتم. من الشهر العاشر إلى يومك هذا ستة أشهر البلد معطل، ميزانية غير كذا، يا بشنو هذا يريد شيئا وذاك يريد آخر، وفي النهاية أكو مشكلة عويصة. الإمام الحسن ينطينا في الواقع مشروع جديد وخطة جديدة، أنه يا جماعة إذا ما يقدر واحد يغلب الآخر، إذا ما يقدر واحد يعني يحقق كل أهدافه مع وجود الآخر، تعالوا إلى كلمة سواء.